غياب الوزراء في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية للنواب المحترمين الحسن داودي، الحبيب شوباني، محمد نجيب بوليف، سعيد خيرون، عبد العزيز عماري، محمد سلاوني الراضي، إدريس جامي، سعد الدين العثماني، ورشيد طالبي من فريق العدالة والتنمية. لكم الكلمة السيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال ديالنا اللي وجهناه في فريق العدالة والتنمية للسيد الوزير الأول هو نسائل فيه الحكومة عن هذه الظاهرة ديال غياب الوزراء عن جلسات الأسبوعية للأسئلة الشفوية، وكذلك عدم استجابة الحكومة للمقترحات القوانين التي يتقدم بها السادة النواب. فلذلك نسائل ونتساءل، هل من اقتراحات لتجاوز هذه الوضعية غير الطبيعية؟ وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم. لكم الكلمة سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. أود في البداية أن أجدد مرة أخرى التعبير عن حرص الحكومة على إقامة جسور دائمة للتواصل والحوار مع البرلمان بمجلسه، ولأؤكد عزمها الثابت على تكثيف التعاون مع البرلمان بكل أجهزته وبجميع مكوناته. وتنفيذاً لأحكام الدستور، تعمل الحكومة على الوفاء بما عليها من واجبات إزاء البرلمان بمشاركة أعضائها في جلسات المجلسين ومساهمتهم في أشغال اللجان الدائمة وامتثالهم لرقابة الجهاز التشريعي. وحسبنا دليلا على ما يطبع العلاقات بين الحكومة والبرلمان كمؤسستين دستوريتين من تجاوب وانسجام، الحصيلة القيمة المحققة حتى اليوم، سواء في مجال التشريع حيث أقر البرلمان منذ بداية هذه الولاية 113 قانونا، أو في مجال المراقبة البرلمانية حيث أجابت الحكومة منذ بداية هذه الولاية كذلك على 1614 سؤالا شفويا و 6312 سؤالا كتابيا بالنسبة لمجلس النواب فقط، دون الحديث عن مجلس المستشارين. وهذه جميعها أرقام غير مسبوقة تتجاوز الأرقام المحققة في الولايات السابقة. شكرا سيد الرئيس. سي عمري، هل لديكم تعقيب؟ تفضلوا سي شوبان، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب. السيد الوزير، إشكال اللي عندنا مع الحكومة يمكن نلخصه في ثلاث قضايا أساسية. أولا، لسوء طالع الحكومة اليوم يتغيب السيد وزير الخارجية بعد أن أدرج في يعني جدول أعمال هذه الجلسة في قضايا أساسية جدا بالنسبة للمغاربة، قضايا ديال المحتجزين في تندوف والأسرى أيضا، واللي قضية اليوم عندها حساسية خاصة. إشكالنا مع الحكومة في ثلاث قضايا. أولا، غياب السيد الوزير الأول. نحن في ردنا على تصريح السيد الوزير الأول أكدنا على أنه الديمقراطية الجادة لا تعرف تغيب الوزير الأول عن المجالس التشريعية، بل يكون وجها لوجه وباستمرار وبأجل معقولة مع هذه المجالس. للأسف أسئلة كثيرة توجه للسيد الوزير الأول ولا يحضر. من هذا السؤال الموجه اليوم وموجه للسيد الوزير الأول باعتبار أنه هو المسؤول الأول على الجهاز الحكومي. إشكال الثاني هو الجلسات الأسبوعية، تعريف تغيبات مزمنة للعديد من السادة الوزراء. خلال هذه الدورة الربيعية 8 جلسات عرفت تغيبات يعني شبه تامة ديال ثلاث وزراء اللي حضروا مرة واحدة وعندهم ملفات أساسية جدا، والسادة النواب دائما يطرحون حولها أسئلتهم. الأسئلة الآنية بالنسبة للفريق العدالة والتنمية يسجل للأسف الشديد مرة أخرى أن الحكومة لا تستجيب الأسئلة الآنية اللي كطرح عادة يعني حول قضايا ذات طبيعة استعجالية. وأخيرا، الاستجابة لطلبات الفرق النيابية لعقد اجتماعات حول قضايا أيضا ذات طبيعة استعجالية وتهم شرائح واسعة من المغاربة. طرحنا الوحدة الترابية، الصيد البحري، أوضاع الفلاحين في ظل هذه الأزمة وهذا الجفاف، ارتفاع أسعار الوقود إلى آخره، يعني طلبات انعقاد اللجان خلال هذه المدة 24 طلب فقط عند فريق العدالة والتنمية، 24 طلب، 5 المالية، 7 الإنتاجية، 2 الاجتماعية، 5 الداخلية، 5 الخارجية، 1 العدل، والأسف الاستجابة متواضعة جدا.
حنا عمليا اقتراحات مقترحات القوانين نفس الشيء، كاين اشكال ايضا. حنا غير بغينا في اطار الشفافيه واطار الحكامه اللي منها الشفافيه، ان الحكومه اللي عندها سلوك ديمقراطي تصدر بلاغ حكومي اسبوعي وتوجه للمجلس هذا البلاغ ورساله رسميه تحدد اسباب التغيبات. لا يعقل يكون مجموعه من السادة الوزراء جالسين في الرباط والملفات للمواطن مطروحه والاسئله مطروحه ولا يحضرون ولا يوجد اي تعليل. فنريد على الاقل ان تكون الحكومه مسؤوله وتصدر بلاغات اسبوعيه تحدد اسباب التغيبات وتعليلها. وشكرا. السلام عليكم. شكرا لكم الكلمه السيد الوزير. شكرا سيدي الرئيس. اعتبر انه الحكومه حينما قبلت ان تجيب على هذا السؤال فانما عبرت عن ارادتها القويه في الحوار مع البرلمان، وان كان مثل هذا السؤال مناقشته ينبغي ان تكون داخل مؤسسات المجلس كما لا احتاج ان اذكر بذلك. واود ان اؤكد بأن الحكومة تقوم بواجباتها الدستورية إزاء البرلمان، وهناك من أحكام الدستور ما يمكن للحكومة كما يمكن للبرلمان أن يلجأ إليه في إطار خضوع الجميع لأحكام الدستور. أما فيما يتعلق بالحالة ربما الفريدة التي قيل عنها فيما يتعلق بهذه الجلسة وهي تغيب وزير الخارجية عن هذه الجلسة، ونحن نعرف والشعب المغربي يعرف التزامات وزير الخارجية الذي يتنقل بين دولة وأخرى كل يوم، والمهام الاستعجالية التي تحدث في على حين غره، بينما لم نتحدث في هذه الجلسة كذلك عن اعتذار نائب عن تقديم سؤال، لم نتحدث عن تحويل نائب لسؤال شفوي كان مقررا خلال هذه الجلسة وحول إلى سؤال كتابي. إذن لماذا ننظر فقط إلى وزير تغيب ولا نتحدث عن نائب اعتذر كذلك عن القيام بهذه؟ فغياب الوزراء لا يحدث إلا نادرا، وخير دليل على ذلك الحصيلة التي ذكرتها، وهي حصيلة لم تتحقق في الولايات السابقة، لأنه إذا كان البرلمان قد صادق على 113 قانون، هذه القوانين مع من؟ مع الوزراء. إذا كان تم الجواب بالآلاف على الأسئلة، هذه الأسئلة شكون اللي يجاوب عليها؟ الوزراء. أما إذا كان هناك منطق آخر فعلى أي حال إحنا كنعتبر أنه أغلبية البرلمان تقدر عمل الحكومة، والحكومة منسجمة مع أغلبيتها وستواصل السير من أجل تحقيق الإصلاحات التي تتطلبها. شكراً البلد. سيد الوزير.